احنا معانا على سكايب واحد من اساطير نادي ارسنال الانجليزي، واحد من اساطير المنتخب البرازيلي، بطل كاس العالم مع البرازيل 2002، بطل الدوري الانجليزي مع ارسنال والدرع الخيريه، بطل كاس القارات مرتين مع البرازيل، بطل كوبا امريكا وقائد للبرازيل في 2007، واحد من الاسماء الكبيره الرائعه اللي لعبت في جيل ذهبي عظيم للبرازيل، كان في رونالدو وروبرتو كارلوس وريفالدو واسماء اخرى. هو واحد من افضل لاعبي الوسط في تاريخ الكره العالميه، الكابتن جيلبرتو سيلفا، نجم ارسنال والمنتخب البرازيلي السابق. صباح الخير، مشرف ومنور. ألف شكرا. بدأنا صح؟ بدأنا سينسيون. بدأنا ومشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10. ألف شكر على الاستضافة. انت بالنسبة لنا واحد من اللاعبين العظماء في تاريخ الكورة، عشان كده احنا سعداء جدا بتواجدك النهاردة. تابعناك مع ارسنال وجيل ذهبي الارسنال، تابعناك مع المنتخب البرازيلي وجيل ذهبي للبرازيل، انت كنت واحد من اعضاء سواء المنتخب البرازيلي او فريق ارسنال، عشان كده النهاردة مبسوطين جدا بوجودك. وهيكون سؤالي الاول ليك، طمنا عليك، حضرتك دلوقتي بتعمل ايه؟ يعني الكورة متابعتك ليها عاملة ازاي؟ الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري البرازيلي، كل الاماكن اللي انت اشتغلت فيها. اهلا وسهلا بيكم طبعا ان انا معاكم النهارده. حاجة كويسة جدا ان انا النهاردة معاكم علشان اتكلم مع التلفزيون المصري. طبعا انا عارف ان في اكتر من لعيب كويس جدا في المنتخب المصري. بالتأكيد هسألك على المنتخب المصري، واسألك كمان هل متابعتك لكأس الأمم الأفريقية قائمة حاليا؟ هل تشاهد مباريات منتخب مصر ومباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل عام؟ لا للأسف أنا مش متابع كأس الأمم الأفريقية، بس أنا شغال هنا مع أكثر من فرقة في البرازيل، فأنا بتابع المباريات بتاعة الفرق البرازيلية اللي أنا شغال معاها هنا في البرازيل، لأن طبعا في فرق في التوقيت ما بين التوقيت بتاعنا في البرازيل والماتشات بتاعة البرازيل والماتشات بتاعة كأس الأمم الأفريقية. بس طبعا متابع الأخبار، مش متابع على الهواء الماتشات، بس متابع الأخبار كلها بتاعة بعض الماتشات اللي بتتلعب. احنا عاشقنا فريق أرسنال الإنجليزي بسببك وبسبب جيل ذهبي الفريق أرسنال، تتذكر إيه من هذا الفريق الرائع اللي خدت معاه الدوري الإنجليزي؟ أكتر من حاجة أنا فاكرها وأكتر من حاجة جميلة أنا فاكرها، من أول يوم أنا لعبت هناك لحد آخر يوم أنا لعبت الأرسنال. وطبعا أنا لازم أفتكر الوقت اللي أرسنال كسب كأس الكاس، لأن دي حاجة كويسة جدا حتى علقت مع كل الجيل بتاعنا، مع روبرت بيريس وبيكم وهكذا. كانت فرقة فيها خبرات كتيرة، طبعا هم كانوا فرقة قوية جدا، ومش بس علشان هم كانوا لاعبي الكورة كويسين، بس كمان علشان هم كانوا أشخاص كويسين جدا.
هذا الجيل الرائع لأرسنال خلى كتير من الجماهير العربية والمصرية والعالمية بكل تأكيد يتابعون أرسنال بشغف شديد جدا. تحول أرسنال بعد هذا الجيل وأصبح فريق يقل مستواه عاما بعد عام، وتعلقت الجماهير خلاص بأرسنال، وللأسف بقالهم كتير ما شافوش بطولات مع الفريق زي جيلكم اللي كان دايما بياخد بطولات. أنا طبعا مصدق إن هي كرة القدم كده، بس طبعا أنا بشوف كل الفرق وبتابع كل الفرق اللي في الدوري، وبنشوف الفرق القوية وبنشوف الفرق كلها، علشان في أوقات بتبقى كويسة جدا الفرق فيها، ودلوقتي بنشوف فرق تانية في الحاجات أقوى من أرسنال، بس لحد دلوقتي أرسنال مش في وقت كويس جدا علشان يبقى في وسط المنتخبات أو الفرق اللي في أول، بس طبعا حاجة كويسة جدا إن في مشجعين من أفريقيا ومن العرب علشان يشجعوا واحد من الفرق القوية اللي كانوا في وقت من الأوقات فرقة قوية جدا، بس دلوقتي هم مش في نفس الوقت دوت، بس احنا حاجة كويسة إن في حد بيتابع كل الفرق بالطريقة الجميلة دي. لماذا تراجع أرسنال بهذه الطريقة على مدار السنوات الماضية في رأيك؟ الأرسنال فعلا بقاله فترة مش قادر ينافس مع الفرق القوية بنفس الفرق، لأن مع أنه في لعيبة كويسين جدا، بس ساعات ما بيبقاش من اللعيبة في نفس الفورمة اللي هم فيها، فطبعا بقية الفرق بينتهزوا هذه الفرصة وبيبدأوا يلعبوا عليهم، وأكيد علشان في فرق كتير وفي فرق دلوقتي بيجي لهم لعيبة كتير، والأرسنال دلوقتي بيقال إن هو في وقت بيغير ما بين مرحلة ومرحلة، فطبعا الفرق بتبدأ تاخد فرصة عليهم، وعلشان كده هم ما بيقدروش ينافسوا مع كل الفرق اللي في أول الجدول زي مانشستر سيتي وهكذا. وشوفنا مانشستر سيتي ما كان في فترة ما كانش قوية جدا، وبعدين بدأوا يطلعوا وينافسوا على الأماكن الأولى في الجدول. هسألك على لاعب يلعب في نفس مركزك في نفس النادي، بالتأكيد محمد النني، رأيك إيه في مستوى محمد النني مع أرسنال؟ طبعا متابع النني ولعيب كويس جدا ومكانه كويس جدا في المكان دوت، بس انا وانا متابعه هو ما كانش بيلعب تقريبا في كل الماتشات اللي الارسنال كانوا بيلعبها، بس طبعا هو مكانه كويس جدا وهو لعيب كويس جدا، وانا انتظر ان هو يبقى لي مكان احسن، وانتظر ان هو يبقى لي دور اكبر علشان يساعد اللعيبه في الملعب، علشان يساعد في الحفاظ على المرمى، وعلشان يحافظ على مكانه في الملعب، بس طبعا هو لعيب كويس جدا، بس لازم يكون عنده فرص أكبر علشان يلعب على الملعب. مع بقاء محمد النني في أرسنال ولا مع رحيله لفريق آخر؟ أوم تو
طبعا كل لعيب هو اللي بيلعب، محدش يقدر يقول حاجة. بس ان محمد النني مش بيلعب في الملعب كتير، ممكن يعدي في دماغه ان هو ما بيلعبش، فممكن يكون عايز يروح حتة تانية. بس لا طبعا انا اتمنى ان هو يرجع يلعب تاني اكتر من كده ويفضل اكتر في الارسنال. انا مش عارف، بس يا ريت هو يقعد اكتر فتره اطول من كده ويلعب في الارسنال. لا اذا اسالك عن محمد صلاح والاداء الرائع اللي بيعمله في الدوري الانجليزي على مدار سنوات مع فريق ليفربول ومع المدرب الرائع يورجن كلوب، رايك ايه في الاداء اللي بيقدمه محمد صلاح؟ لعيب كبير من غير ما نقول أي حاجة. اللعيب بيلعب كويس جدا، بيشتغل كويس جدا، تقنياً هو كويس جدا، بيعمل فرق كبير جدا في المكان اللي هو بيلعب فيه. دايما بتفرج على الماتشات بتاعت ليفربول، ودلوقتي أنا متابع الفرقة ليفربول في الوقت اللي هو بيلعب في كاس الأمم الأفريقية. ليفربول خسروا المكان اللي هو بيلعب فيه، طبعا بالطريقة اللي هو بيلعب بيها، وبيلعب كويس جدا لأنه بيعمل شغل كويس جدا، مش بس في الدوري السنة دي، بس في الدوريات السنوات اللي فاتت. وهو عمل نفسه واحد من أهم اللعيبة اللي ليفربول بيعتمدوا عليهم في آخر كام سنة. محمد صلاح دلوقتي في نقاش حول عقده مع فريق ليفربول، هل تتوقع بقائه مع ليفربول؟ هل تتوقع رحيله عن الفريق في الفترة اللي جاية؟ أظن إن هو هيفضل في ليفربول. دي حاجة طبيعية جدا إن العقود يبقى فيها كلام كتير، بس هيبقى في مفاجأة لو خرج من ليفربول، لأن ليفربول فرقة قوية، وأظن إن مع الكونديشنز أو مع الطرق كلها محمد صلاح هيفضل. لازم ينتظر، لازم كلنا ننتظر نشوف العقد هيبقى فيه ايه، واظن ان هو هيفضل في ليفربول وقت اطول. بس لازم طبعا ننتظر الاخبار الرسميه من ليفربول، لان طبعا لو محمد صلاح مش هيحب ان هو او مش هيقدر يكمل في ليفربول، طبعا هيبقى في اكتر من فرقه تانية محتاجين لخدمات محمد صلاح، لان في الشهور القادمه احنا لازم ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل معاه ومع ليفربول. هل ترى انه كان يستحق جائزه ذا بيست افضل لاعب في العالم، ام كان ليفاندوفسكي هو اللي يستحق؟ طبعا كل جائزة لما بتنجح بيها أو لما بتستقبلها بتبقى طبعا تستحقها. بس في اللحظة ديت هو ممكن ما يكونش خد هو الجائزة، فممكن تكون مش هي دي أحسن لحظة ممكن ياخد فيها. مع ذلك هو بيعمل شغل كويس جدا، بس طبعا اللي بياخد الجائزة بيبقى هو الشخص اللي يستحقها فعلا. مين في رأيك أفضل لاعب وسط مدافع، أفضل لاعب بيلعب في مركزك في الوقت الحالي على مستوى العالم؟ أنت بتتكلم على العالم كله؟ سين نومون جنرال. النهاردة أظن كازيميرو بيعمل شغل كويس جدا.
um jogador brilhante fazendo essa função. حد لامع في مكانه. بس شايف كازيميرو هو الشخص اللامع بيعمل شغل كويس جدا مع ريال مدريد في طريقة لعبه، لأن طبعا مكانه ده مكان مهم جدا للفرقة، لأن طبعا بيعرف يطلع بالكرة كويس جدا، وهو الطريقة الوحيدة إن هم يقدروا يعملوا توازن في الملعب. مين في رأيك حاليا هو المدرب الأفضل في العالم؟ دلوقتي أظن جوارديولا من رأيي إن جوارديولا هو واحد من أحسن المدربين دلوقتي، لأن هو بيثبت دوت بالأرقام. بس طبعا المكان بتاع أحسن مدرب ده شيء صعب جدا، لأن الناس كتير توشن وساو عاملين شغل كويس جدا، كلوب كمان عامل شغل كويس جدا مع ليفربول، فطبعا المنافسة على اللقب دوت صعبة جدا. واتلتيكو مدريد كمان مدرب اتلتيكو مدريد بيعمل شغل كويس جدا، بس طبعا الارقام طبعا هي اللي بتحسم دايما. Está com a equipe melhor, sem dúvida, na minha opinião, o Pep Guardiola. وطبعا في رأيي دلوقتي أفضل مدرب من رأيي بالأرقام هو كوتش بيب غوارديولا. المنتخب البرازيلي في الوقت الحالي ترى أنه قادر على الفوز بكأس العالم ولا لسه مفيش جيل ذهبي رائع زي الجيل بتاعكم؟ أظن إن هم عندهم كل الكفاءات مظبوط، طبعا في عقلانية كويسة جدا، بس طبعا كأس العالم طبعا دايما صعب جدا إن أنت تكسب بيها، بس طبعا إن شاء الله المنتخب البرازيلي يقدر يكسب كأس العالم اللي جاية، وطبعا ده كل اللي الناس بتفكر فيه، إن احنا لازم نكسب، إن احنا لازم نتفوق علشان يقدروا يجيبوا المكسب القوي، مش حاجة لشخص واحد بس، دي للبلد كلها. بس طبعا مش سهل جدا، لان احنا كلنا عارفين ان هي بطولة صعبة جدا، لان طبعا في احسن المنتخبات في العالم في نفس المكان بيحاربوا علشان نفس اللقب. رأيك ايه في الفكرة المطروحة بإقامة كأس العالم كل عامين مش أربعة؟ عامة أنا ما أظنش إن هي أحسن فكرة، علشان طبعا لازم ندي الفرصة إن كل الفرق الفرصة إن هم يلعبوا، وطبعا ده هيشيل شوية من البرستيج بتاع كأس العالم، لأنها هتبقى كأس عالم تاني بفكر تاني، لأنها تبقى بطولة طبيعية كده، هتبقى بطولة عادية جدا بتحصل كل سنتين فقط، فأظن إن هي من أفضل البطولات. فاللي أنا خايف منه طبعا إن هي تبقى بطولة عادية جدا، فالناس تفقد الشغف إن هم يتفرجوا أو يلعبوا في بطولة قوية زي البطولة دي. فطبعا شيء مهم جدا الحاجة الرياضية والروح الرياضية في البطولة دي. سؤال أخير ليك، هل الآن نقدر نقول انتهى عصر احتكار ميسي وكريستيانو رونالدو للجوائز العالمية ما بعد فوز ميسي بالبلندور السنة دي؟ هل ميسي يبتعد عن الجوائز؟ هل كريستيانو رونالدو يبتعد هو الآخر عن الجوائز ولا لسه قدامهم كمان؟
Ela vai ser uma disputa interessante para a Liga Argentina, porque جميلة جدا من دلوقتي لقدام، لأن ميسي ورونالدو في آخر كام سنة هما اللي كانوا أكبر منافسين على الجوائز، هما كانوا هما الاثنين بيبدلوا مع بعض دايما، بس من دلوقتي لقدام هتبقى دايما المنافسة قوية جدا، لأن بقى في تالنتس أكتر، بقى في مهارات أعلى، فمن دلوقتي لقدام هيبقى في فرص لبعض اللعيبة الآخرين إن هم ينافسوا على الجوائز الأخرى. وطبعا دلوقتي في من المتابعين ومن المشجعين اللي هيشجعوا كل اللعيبة على ان هم ينافسوا على الجوائز التانية، وانا انتظر من كل اللعيبة ان هم يشتغلوا على نفسهم علشان ينافسوا على الجوائز، وكمان علشان يوروا الناس انه في لعيبة كويسة، وان ان في ناس تستحق المنافسة على كل الجوائز. اخر سؤال ليك، وهو سؤال يفكرنا باجيال ذهبية عظيمة لعبت معاها. لو قلت لك اذكر لي ثلاث لاعبين نفسك الزمن يرجع بيك مره تانية وتلعب جنبهم، ثلاث لاعبين سواء مع المنتخب البرازيلي او مع فريق ارسنال. مثلا مع اهي رونالدو ورونالدينيو مع بعض في نفس الفرقه، برضو مع ارسنال او مع المنتخب البرازيلي. جيلبرتو سيلفا اللاعب الرائع العظيم مع فريق ارسنال مع المنتخب البرازيلي، الاسم الكبير في تاريخ الكره العالميه، واحد من افضل لاعبي الوسط على مر التاريخ. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في رقم 10 على التلفزيون المصري.